احنا مؤسسة عمومية اقتصادية بالشرق، فتحنا خط عنابة ذراع الريش، عنابة ابو خضرة طروة، عنابة عين جبارة قنطرة، وعنابة الريم سيدي عاشور. احنا رانا مسيطرين يعني على الوضع الحمد لله. المواطنين استحسنوا هذه الخطوط، رانا يعني الحمد لله كاينه خطوط المستقبل ان شاء الله بما فيها بالرحال كاليتوسا وزعروره سيدي عمار، وحنا رانا ماشيين درجه بدرجه ان شاء الله. افتتاح هذا الخط يوم 1 ديسمبر 2022 اليوم الاول نورمالمون 80%، اليوم الثاني 87%، اليوم الثالث 90%. من يعطيك الصحة لليوم هذا 100%، الحمد لله ما من مواطنين عجبهم الحافلات، مواطنين استحسنونا، وإحنا إن شاء الله نتقدم لهم خدمة أخرى السمانة الجاية من الاثنين وروح ليه يلقاو السائق بلاتوني تاعو كلافاطة أمورهم ريقلة. يعني مبادرة ملاحة وحلت علينا أزمة كبيرة، يعني كنا في حالة يرثى لها، يعني كنا في الحضيض تلمون الغاشي بزاف، دركا هادم جاو في وقتهم، جاو في وقتهم بأتم معنى الكلمة. ملاح مريحين لي بلاص بزاف ما شاء الله. والله خويا والله رحمة كبيرة الحمد لله يا رب العالمين على هذه النعمة، خاطر ما داروا فينا لي بيس الاخرين القدم وداروا فينا لي تاكسيير، الحمد لله جاو في وقتهم فريمون في وقتهم تاع الصح. يا خويا ماذا بيه نربحوا عليه تما يربحوا الوقت، بار كونتر الاخر بريفي يا خويا تما يحكم الوقت بزاف، فهمتي ما دونك حاجه ملاحه. سي بون شوز، سي بون شوز، فوالا سي بون شوز. ما شاء الله خويا كنا غادي مشكله باش تركب تقعد واقف دز من هي وقعد من غادي لهنا كل 10 دقائق تمشي، فهمت؟ وما شاء الله الكل قاعدين وتفاجئنا من بالك والله. سيبو سيبو سيبو.